السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزارة الداخلية بتعلن عن فتح باب القبول والتسجيل على وظيفة جندي في قطاعات وزارة الداخلية، قطاع الأمن العام وقطاع السجون. بتعلن وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على وظيفة جندي في قطاع وزارة الداخلية، قطاع الأمن العام وقطاع السجون عبر منصة أبشر توظيف. الرتبة جندي. الشروط الواجب توفرها في المتقدمين: أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أن يكون المتقدم سعود الأصل والنشأة، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، أن يتناسب الطول مع الوزن، ألا يكون متزوجا من غير سعودية، أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول. بالنسبة للشهادة الصادرة من خارج المملكة العربية السعودية يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها على المتقدمين الدخول على منصة مؤهل بوزارة التعليم وتحديث بيانات المؤهل العلمي. يتم تعبئة البيانات بمنتهى الدقة، وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل. موعد التقديم: التقديم من يوم السبت بتاريخ 3/2/1445 الموافق بالميلاد 19/8/2023، وانتهى التقديم يوم الخميس بتاريخ 8/2/1445 الموافق بالميلاد 24/2 الموافق بالميلادي 24/8/2023. التقديم عبر موقع أبشر للتوظيف. التقديم يبدأ 23/2/1445 الموافق بالميلاد 19/8/2023، وانتهى التقديم يوم الخميس بتاريخ 8/2/1445 الموافق بالميلاد 24/8/2023. أتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.